الله يعطيك العافية. نحن الآن في مدينة إدلب نقوم بالعملية الانتخابية لنقابة المعلمين. ترشح عنا من المنتسبين 13 شخص بين ذكور وإناث، ونحن عنا مقعدين للإناث وأكثر شيء 3، واحد للوافدين والبقية ذكور. نحن بالعملية الانتخابية بسقط عنا من صميم الألم اللي بيعاني منه المعلم، ونقص في الخدمات الاجتماعية والاقتصادية. سألين الله سبحانه وتعالى التوفيق لجميع أبناء البلد. أتسجل عندك جمال حورية، عبد المنعم السعد. الهيئة التعليمية في مناطقنا المحررة صفت شبه معدمة محاربة من كل الجهات، لذلك كان لابد من تشكيل نقابة معلمين تحافظ على حقوق المعلم وتساعد المعلم حتى تسير العملية التربوية إلى المسار الصحيح. واليوم هو الانتخابات لنقابة المعلمين، مجلس مكتب تنفيذي للنقابة في مدينة إدلب. باشرت الانتخابات حوالي الساعة 9 الصبح، ورح تستمر بعد الظهر لحتى الساعة 1، وبعدها رح يتم فرز ويتم تشكيل مجلس للنقابة يحاول قدر الإمكان يحقق شيء من الهدف اللي هو الحفاظ على المعلم والعملية التربوية. صار 50، وفي عندنا أستاذ عثمان خطيب 60، الأستاذ زكريا الصدري.